26/2/2014 مشفى شهداء الأحراق. هذا جهاز، جهاز توليد أكسجين مقدم من سيما، الرابطة الطبية للمغتربين السوريين، جهاز 10 لتر، مع هذه الأدوية لمعالجة المرضى في مدينة الأحراق وما حولها. وألف شكر لهم، ونرجو منهم المزيد بسبب تغطية المشفى لأكثر من منطقة، وهي الحراك وقراها وبس الحرير وقراها واللجا وقراها، وألف شكر لهم.